اساس الحظر لعده اسباب. اولا حسب ما ذكر بيان البنك المركزي وهيئه اسواق المال انها تخطر انها تشكل خطر على الاقتصاد العالمي، ولا يمكن مراقبه الاصول وتحركاتها بشكل جيد، وبالتالي تفتح الباب لتمويل الارهاب او لغسل الاموال. هذه الاساس في عمليه الحظر المذكوره. لكن احنا في الكويت يعني ما في عندنا مشكله انه ممكن يصير فيها عمليات تلاعب ونصب على العملاء. نعم. هذه مسائل كثيره، وخاصه ما تبي الدوله تدعم مثل هذا النوع من الانشطه اللي ممكن يخسر العملاء اموالها بسرعه كبيره جدا. اليوم بالكويت يقدر يستثمر عن طريق البورصات الاجنبيه، ولكن ما في شركه تقدر في الكويت تفتح وتقول انا متخصصه في العملات الالكترونيه او استثمر عن طريقي في العملات الالكترونيه، او اي محل تجاري يقول لك انا اقبل انك تعطيني عملات مشفره وهكذا. فهذا كله مرفوض بحسب القانون الكويتي، لكن ما في اي منع انه يفتح الحساب برا ويحقق منه ارباح ويدخلهم الكويت مره اخرى. هذا غير موجود المنع، فالمنع فقط على الانشطه داخل البلد والانشطه اللي تحتوي على انشطه تجاريه او استثماريه مثل الاعلان عن صندوق استثماري او نشاط استثماري او غيره.